بدأنا نشعر بقيمة الإنسان. يعني اللي بيكون معه جاكيت طويل مثلا كانوا يعطوا بعض الأسرى، أو اللي بجوز متبقي معه جاكيت أو مخبيه يعني يعطيه لأكبر منه بالسن. مثلا الكبار في السن هم يناموا على الأبراش، على التخوت اللي موجودة في أسرة الموجودة داخل غرفة السجن. الشباب الصغار كانت تنام على الأرض، يعني على الفراش على الأرض، وإذا حدا ما صحلوش فرشة حط بطانية ينام عليها. اللي معوش إحرام كنا ملفات الفراش اللي نتغطى فيهم. يعني تغطيت أنا تقريبا أكثر من شهرين بالملف اللي بحطوا فيه الفرش، لأنه في كان أكبر مني بالسن وواحد مضطر يعطيهم الإحرامات. كنت بنص كم، يعني ظليت ببلوز النص كم من الشتوية، قضيت منها بجوز 3 شهور وأنا بلوزتي. بالآخر تمن وصارت تزورني المحامية وقدمنا بجاتسات، وصارت هي يعني تقول للمحكمة وراحت ضدهم يعني، فجابوا لي جاكيت يعني بعد فترة طويلة. لكن ربنا بقى يصبر سبحان، رغم البرد والقارس يعني، ورغم إنهم كانوا شبابيك وأعطونا نايلون على أساس نغطي حالنا من المطر ومن البرد، وما كان يقاوم يعني النايلون، شو يقاوم مقبال عواصف يعني في منطقة مفتوحة زي سجن مجدو. لكن ربنا كان مسهل الأمور الحمد لله، مرك على خير وما تعرضناش لأي مرض، والحمد لله يعني شعرنا بمعية رب العالمين. واللي كان يصبرنا أيضا بهاي الظروف إنه معاناة أهلنا في غزة، وضع الحرب، كيف هم بدون بيوت بدون أي مأوى بدون أي لا أكل ولا شرب ولا طعام. الواحد يتذكر هاي الظروف فبتهون عليه مصيبته، ما كان المثل اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. والحمد لله يعني كان هو الألفة والمودة بين الأسرى بينهم بين بعض اللي علمنا إياها الرسول. مثل المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كنا نشد بعضنا الحمد لله، وربنا هون الأمور ومشت الظروف هاي على خير.